We don't want you. Al-Khalifa. We don't want you. Al-Khalifa. Criminal family. Al-Khalifa. Murderers. Al-Khalifa. Baby killers. Al-Khalifa. Dictators. Al-Khalifa. Fascists. Al-Khalifa. Criminal family. Al-Khalifa. Murderers. Al-Khalifa. Baby killers. Al-Khalifa. Dictators. Al-Khalifa. Fascists. Al-Khalifa. We don't want you. 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 Al-Khalifa. بسم الله الرحمن الرحيم. الدماء العزيزة الطاهرة الزكية التي سفكها الخليفيون في الدراز العام الماضي لن تبرد حرارتها في النفوس ولن يذهب موعد ثأرها والقصاص من القتلة الذين سفكوا ولطخوا أيديهم بدماء هؤلاء الشهداء الأبرياء وكذلك لن تسقط راية الدين الشهداء شهداء الدراز شهداء العقيدة شهداء الفداء الذين سقطوا في الدراز يؤكدون أن الصراع مع النظام الخليفي ليس صراعا على مستوى مطالب حقوقية أو مطالب سياسية إنه صراع الوجود إنه صراع من أجل حفظ كرامة الدين وكرامة الإنسان وسيادة الوطن وكرامة المواطن أنه بعد عام فشل نظام الخليفة في الحصول على أي ثمرة سياسية أو اجتماعية أو غيرها من هذا الهجوم كان يريد من خلال حصار الدراز كسر عزيمة أبناء الدراز كسر عزيمة أبناء شعب البحرين وفشل كان يريد من خلال مجزرة الدراز أن يتراجع أبناء الدراز أن يكون هناك تفكك في البيئة المعارضة أن يكون هناك ابتعاد عن قيادة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وحصل العكس بينما ملحمة الدراز شهداء الدراز قدموا نموذجا ساطعا زادوا من زخم الثورة زاد من الغضب وزادوا من الالتفاف حول قيادتهم وحول رموزهم السياسيين وبالتأكيد زاد من إيمانهم بمشروعهم في التحول وإسقاط الدكتاتورية في البحرين وبناء دولة العدل والقانون